وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أستاذ الاقتصاد الدكتور ماجد عبد العظيم. دكتور ماجد، بعد التحية، مصر والصين وقع عدد من مذكرات التفاهم تركزت حول مبادرة الحزام والطريق، الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات بشكل عام. كيف ترى مدلول وانعكاسات هذه المذكرات للتفاهم؟ أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. لو تحدثنا عن العلاقات المصرية الصينية هنلاقي أن العلاقات المصرية الصينية ممتدة من حوالي 68 سنة. النهاردة اللقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني جين بينغ ده خلى يظهر مدى قوة هذه العلاقات من خلال زي ما شفنا توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مشتركة في العديد من المجالات. تعتبر الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر. لا شك أن لو شفنا العلاقات المصرية الصينية هنلاقيها أنها ازدهرت ازدهار كبير جدا على كافة المستويات، خاصة المستويات الاقتصادية والتجارية. الصين زي ما قلت تعتبر شريك كبير في من الشركاء التجاريين. لو شفنا او نظرنا الى حجم التبادل التجاري بين مصر والصين هنلاقيه تقريبا 16.2 مليار دولار عام 2022. الاستثمارات الصينيه في مصر زادت بشكل كبير خلال السنوات الاخيره، وصلت الى ما يقرب من 19 مليار دولار في مختلف القطاعات. برضو نقطه مهمه جدا عايز اضيفها، ان انضمام مصر الى تحالف البريكس ده يعتبر خطوة مهمة جدا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، لأنه هيتيح لمصر الاستفادة من مزايا العضوية، بما في ذلك أيضا زيادة الصادرات إلى السوق الصينية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا الصناعية في مصر. نعم، كما تفضلت دكتور ماجد، يعني على مدار عقود طويلة العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا على كافة المجالات والأصعدة. هل ترى أن المجال الاقتصادي والتجاري هو الأبرز في هذا التعاون، أم يمكن تنمية مجالات أخرى بناء على قوة العلاقات فيما بين الجانبين؟ طبعا لا شك هناك مجالات أخرى يمكن تنمية وتعزيز العلاقات المتبادلة فيها بين مصر والصين، وزي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة وتحدثتي عن مبادرة الحزام والطريق، خاصة أن مصر بتتمتع بموقع استراتيجي متميز على مفترق طرق التجارة العالمية. المبادرة دي تساعد في تحسين أيضا وتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات تتعلق بالبنية التحتية والطاقة وأيضا اللوجستيات. ولو جينا بصينا بس شفنا ايه القطاعات اللي فيها فرص كبيره لزياده الاستثمارات بين مصر والصين، هنلاقي الطاقه المتجدده، الهيدروجين الاخضر، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الصناعه، النقل، الكيماويات، التعدين، التشييد والعقارات. زي ما حضرتك تفضلتي برضو اشرتي في البدايه، هنلاقي ان هناك شراكات ما بين مصر والصين في مجالات متعدده، وفي آفاق أيضا من التعاون يمكن زيادة هذه زي ما بيقولوا آفاق التعاون بين مصر والصين في الفترة القادمة، خاصة أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت والترحيب الكبير دي بيعكس مدى قوة هذه العلاقات اللي ازدادت، خاصة بعد إقامة الشراكات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في عام 2014. أشكرك جزيلا الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد.